jaz jo sploh notvinjal. لسه ما فتحتيش العلب؟ ما انا قلت استناكي نفتحها مع بعض. هنعمل كده بعد ما مدام ساره تاخد مقاساتك. اتفضلي يا مدام ساره. مقاسات ايه تاني؟ هدومك الجديده. كل الحاجات دي جديده. اتفضلي يا مدام ساره شوفي شغلك. يا علي يا علي، وطي البتاع ده هنا مش زي تحت. اديك قلتها بنفسك يا اخويا. هنا مش زي تحت. هنا بقى تعلي براحتك، توطي براحتك، تقول صحوني الساعة كذا، فطروني الساعة كذا. وعندك حمام لوحدك. بس أنا هقعد في الجناح الكبير ده لوحدي؟ لا يا عم، أنا خايف أبات هنا لوحدي. بقول لك إيه؟ تلم حاجتك وتطلع تعيش معايا هنا. أيوه هو كده، أنا صاحب المكان واللي بقوله أمر. أطلع بات معاك فين يا أمين؟ ما تفهم بقى. أنت دلوقتي بالقانون والمستندات أمين أدهم حفظي. يعني صاحب المكان ده كله، وانا لسه زي ما انا فؤاد اللي شغال تحت. معلش انا عارف ان هي صعبه عليك دلوقتي وصعبه على اي حد، وطبيعي انك تبقى خايف وميت في جلدك، بس ما ينفعش الموضوع ده يستمر كتير. العقارب اللي تحت دول مش هيستنوا علينا، اذا كانت اسمت ولا مراد. هما دلوقتي بس بيلفوا حوالين نفسهم بايخين من الالم اللي خدوه. هيأذونا يا علي؟ هيعوزوا يا أمين، بس مش هيعرفوا. وعشان كده احنا لازم نبقى مصحصحين لهم كويس، وانت كمان لازم تركز وتفوق كده وتستوعب كل حاجة بنقولها لك أنا ونصلي. أنا ونصلي؟ خلاص؟ بقت حيران صيروا هنا كده؟ مفيش ألقاب؟ عيب، عيب دكتور صاحبك. شوف أنا بكلمك في إيه وأنت بتكلمني في إيه؟ هو ده وقت هزار؟ أنا برضه حشتني يا راجل. موضوع مش عارف كاني ومش عارف أنساه. ومركز فيه أوي. أنا بس عامل جامد عشان ما تنطش فكرة شنطة أمي. آه. ولازم تفضل عامل جامد. عشان لو ما عملتش جامد هنط في كرشك أنا وأمك فعلا. وردة دي نفسيتها وحشة. ومن جوه مش كويسة. وانا زهقت من كتر ما قلت لك الكلام ده، وبطلت اقوله عشان عارف انه بيضايقك، بس دلوقتي مش وقته خالص. ركز بقى وابعد عنها. وانا ليه بحبها قوي كده؟ يعني هنا لما جت قالت لي انها خبت عليا موضوع العين التاني عشان خايفه عليا، صدقتها؟ تفتكر صدقتها ليه يعني؟ صدقتها عشان انت عبيط يا امين. ورد دي حربايه، ومفيش كلمه بتقولها غير لما بتعمل لها الف حساب، وبتبقى عارفه بتقولها امتى والمين وفين وازاي. هي دلوقتي عايشه تحت معززه مكرمه مع ابنها. خليها تحت وبعيد عننا دلوقتي، احنا اللي فينا مكفينا. وانت لازم تبقى فاهم، انت مش امين فتحي المناويش، انت دلوقتي امين ادهم حفظي. فاهم يا امين؟ انا ساكت ما اتكلمتش. يعني ايه مش عايز تنزلي على العشاء؟ انت اشمعنى المره دي فارق معاكي يعني؟ انت فاكره اخر مره شفتيني فيها على العشاء كانت امتى؟ ايوه بس النهارده غير اي يوم. انا شايفه ان احنا كلنا لازم ننزل. انت مين انت اصلا عشان تشوفي لنا ولا تقرري لنا؟ ومين قال لك ان احنا موافقين ولا راضيين بالوضع اللي انت حطينا فيه؟ عشان ده حقهم يا امال. حقهم عشان انت شايفاه حقهم، عشان انت شايفه ان هم مظلومين. ده لو كانوا فعلا مظلومين. بس عايزه بقى تعرفي الظلم اللي بجد.
الظلم اللي امك عملته فيا، انها دمرتني بحجه انها بتامن لي حياتي، وبعد ما دمرتها وقفت تتفرج عليا عادي كانها ما عملتش اي حاجه. عايزه تعرفي الظلم اللي كان، الظلم ان بعد اول مره في حياتي احس فيها بالامان وقرر اهب جوزي كل حاجه املكها عشان اثبت له انا بحبه قد ايه، يبقى ده جزائي. هو ده الظلم يا نازلي. انا لا عايزه اطبطبه ولا عايزه اصعب على حد، عشان تبقي فاهمه انا لا فارق معايا سكينه وابنها ياخدوا ايه، ولا فارق معايا القتل ولا اسم العيله، ولا انتي ولا امي ولا اي حاجه. اقول لك حاجه، ولا فارق معايا حتى نفسي، انا عايزاكوا تسيبوني في حالي، انا مش عايزه حاجه من حد، انا عايزه اموت خلاص. ممكن بقى تنزلي، انا مش عايزه حد معايا. تعبناك معانا يا دكتور؟ مفيش تعب ولا حاجه، وانا يومين وهاجي اطمن على هانم. شكرا لحضرتك. حضرتك اللي قومت من السرير بس. مش هما دول اللي يرقدوني؟ اوعى تقول لحد ان انا تعبت ونكبت لي الدكتور. ما تقلقيش يا هانم، من مصلحتنا ان محدش يعرف اي حاجه عن اللي حصل. وعلى العموم مبقاش في لغه حوار بيني وبين اي حد هنا غير حضرتك. وضع مؤقت اللي احنا فيه ده، وضع مؤقت. من غير ما نفكر كويس اسمه تاني ما هيتحول لامر واقع. على جثتي اسمه تاني، ما احنا خسرنا القضيه. وامين ابن سكينه بقى امين ادهم حفظي، وده الولد الوحيد، يعني ليه الحق الاكبر في كل حاجه. ده غير ان نازلي وإحسان أكيد في كفة سكينة وأمين، مش في كفتنا إحنا. مش هيحصل. أنا قلت لك إن الوضع ده مؤقت. انزل أنت. نتقابل على العشاء. كنت عايز أقول لحضرتك يا هانم، يستحسن يعني زي ما الدكتور ما أمر تفضلي في السرير وأنا هأمرهم يطلعوا لك العشاء. مش ده اللي انت عايز تقوله يا مراد؟ انت عايز تقول حاجة بس خايف، مرعوب، مش عايز تقول لي ان جدينا وان انا بصيص الامل اللي فاضلك، عشان انت دلوقتي ما بقتش اي حاجة غير بس مدير الاوتيل، ويا دوب جوز بنت عمك اللي كرهاك، تقول عليك شرير مفتري زي امها. انا امها اللي عايزه تحرم اخوها وامه من حقهم الشرعي. انت جاي عايز تعتمد عليا انا، وانا من حقي ارفض. اللي احنا فيه ده علشان غلطتي انا اللي اعتمدت عليك من الاول. وحشتيني قوي ماما. انا عايزه اتكلم مع حضرتك. انزل انت يا مراد، هنحصلك على العشاء. تحت امرك يعني. يعني حضرتك هتنزلي معانا على العشاء؟ طبعا، ده لو شركائنا الجداد ما عندهمش اي مانع. ما هو ده اللي انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك فيه. تعالي نختار فستان شيك يليق بمقامهم. انت عارفه النهارده اول مره هنتعشى كلنا مع بعض. ماما بعد اذنك افهمي وجهه نظري. وجهة نظرك يا حبيبتي انا فاهمه كويس قوي وجهة نظرك. انت بتتكلمي عن العدل، عن المساواه، عن حقوق الطبقه الكادحه.
تندهي لها تقولي لها ايه؟ يا سكينة هانم ولا طنط؟ ولا يمكن بتقولي لها يا ماما؟ ما هي اتجوزت ابوكي قبل ما حتى يفكر يتجوزني انا، وكمان خلفت له ابنه البكري. عايزة تفهميني ايه؟ انك نصرتيهم عليا؟ نصرتي دول عليا انا امك؟ يا ماما حتى لو هما اخدوا حقوقهم اللي بابا كاتبها بخط ايده، احنا كمان هناخد حقوقنا. محدش له حق، انا بس املك الجراند اوتيل، حقي انا. تعرفي انتي ايه عن الحق؟ الحق ده مش فلوس، لو كان فلوس كان يبقى اهون. حقي انا فين في كرامتي؟ حقي انا فين في الحياه؟ عملتلك ايه علشان تكرهيني للدرجه دي؟ تقدري تقولي لي تعملي ايه لو اكتشفتي ان جوزك متجوز عليكي الخدامه ومخلف منها، وكمان جايبه بيربيه هنا في المكان اللي انا عملته؟ انا ما عملتش المكان بس، عملته هو شخصيا. انت عارفه صدمتي في ابوكي ما يجيش نقطه في محيط صدمتي فيكي. انت اللي ظلماني اكتر من ما ابوكي ما ظلمني طول حياته. لكن انا مش هتكسر ولا هتهزم ومش هتنازل عن حقي. وبما انك انت شايفاني ظالمه واختك شايفاني ان انا قضيت على حياتها، فانتوا الاتنين ما تلزمونيش. انتوا الاتنين بالنسبه لي مجرد نزله عندي في الاوتيل. كفايه قوي، اتفضلي انزلي وخليني احضر نفسي للجوله التانيه، بما انك انتي نصرتيهم عليا في الجولة الأولى. مش معنى كده أبدا ان انا ممكن اخسر في الجولة التانية. اتفضلي. أنا آسفة، كانش قصدي اي حاجه من اللي انت قلتيها دلوقتي دي. انا ما كانش قصدي ابقى سبب الوجع ده كله. وجع؟ وجع ايه؟ انا مش بوجوع، انا ست من ازاز ما بحسش. اتفضلي انزلي ونزلي اختك معاكي ولو بالعافية.
تنزلوا تقعدوا تحت على ترابيزتي عشان نتعشى سوا زي كل ليلة. ولا انت عندك رأي تاني؟ يعني مغيرة ترابيزة سعادتك النهارده فخر هانا؟ ايه؟ ده نوع من كسر الروتين يعني؟ لا يا صديقي، بس عنايات هانم واحسان بي هيقعدوا معايا، وانا وهي اخترنا الترابيزة دي علشان نقعد نتفرج على المسرحية كويس. هاي هاي. ميرسي يا حبيبي. قولي لي فاتني حاجة؟ لا، اسمت وبناتها لسه نازلين. ماما أرجوك يا ماما ما تركزيش مع حد وخلينا في حالنا. هو ده حالنا، لازم أفضل مركزة معاهم كده، ولسه يعني فاهم إن بلوة الشغالة هتلهيهم عن بلوتك. لما ننزل هتيجي تقعد معاها؟ هتيجي بشوية بشوية. تقوليني بأي حاجة فعلا؟ عشان لما يأمر عليك قعده. واخدة بالك؟ اسمت عاملة نفسها إنها مش واخدة بالها منهم، مع إني متأكدة بقى إنها واخدة بالها جدا، وشايفاهم هم عاملين يتلططوا قدام عينيها جوه طبق الشوربة اللي هي بتشرب منه. بقول لك إيه؟ ما تيجي نعزمها تقعد معانا هنا على الترابيزة تتعشى معانا. وديعة وديعة يا عينيا تاني. الحقيقة بقى مش أكتر منك. المطعم نور يا نور. خليك قاعد. المطعم نور. عايزة أي احتكاك من أي نوع يا مرات. كان لازم أرحب بابن عمي. كلامي واضح. لا لا والله مش قادر مش قادر. حاولي بس. معلش معلش. حتى مشكلة فين؟ مش قادرة ومش جعانة، لو جعت هطلب من فوق. عن إذنكم. اقعد مكانك. أنا عايزة أم. مش ده اللي اتفقنا عليه يا ست سكينة؟ لا 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 أنا كمان عايزة أم. أنا قعدت أكتر من كده هيحصل لنا حاجة. ايه انت واكلتوش؟ ناكل ايه؟ ده احنا هنتسمم من كتر ما عمالين يبصوا لنا. طيب انا عازمكم على العشاء وهعوضكم بعشوه جامده جدا. احنا كنا عارفين من الاول انه مش هيبقى سهل.
بتصبري نفسك ولا بتصبريني يا ماما؟ بصبرنا احنا الاثنين، ما احنا كنا عارفين ان ده هيحصل. انا كان عندي حق من الاول لما قلت لك ما ننزلش نقعد وسط يوم تحت. لا ما كانش عندك حق، كل ده كان لازم يحصل. ما تنساش انها اول مره، مره في مره لحد الدنيا ما تستقر. تستقر؟ كل حاجه هتحصل وبحق ربنا. يلا بقى ناكل قبل الاكل ما يبرد. على فكره الاكل هنا هيبقى اطعم كتير من جوه عندنا او عند البهوات والهوانم، ولا ايه يا هانم؟ انا مش هانم وما احبش ابقى هانم، انا بس عايزه اطمن على حق ابني، مش عايزه اي حاجه من اي حد. عايزه تطمني على حق ابنك؟ يعني عايزه حاجه من حد؟ يلا انو وانت بتاكلوا ان الاكل يطلع طعمه حلو وهو يطلع شهد مكرر. على فكره احنا اللي بنلوي دراع الدنيا عشان نمشيها على مزاجنا، مش هي اللي بتلوي دراعنا عشان تمشينا على مزاجها. ايه يا عم انت سبتني اجهز كل حاجه لوحدي ولا ايه؟ معلش سامحنا يا ريس الدين. سامحك. شفت نفسي اتخلت عننا ازاي على العشاء؟ انت لازم تطمن عليها يا امين، دي من ساعه ما طلعت ما نزلتش. اطمن عليها اعمل ايه يعني؟ اطمن عليها عادي، اطلع خبط على اوضتها واطمن عليها، ما قلنا دي اختك. خلاص انا هبقى اطمن عليها لما اطلع، انا برضو قلقان عليها، انت بس اللي قلقان شويه زياده فؤاد. علي يا ست سكينه، انا اسمي علي. بالحقيقه يعني ادهم انا عمري ما كنت قلقان على امين زي دلوقتي، وانت عارفني عرفش اتصرف قوي يعني. قول لي انت بقى اتصرف ازاي ولا اعمل ايه؟ دنيا جديدة عليا، كل حاجة مش فاهماها ومتلخبطة، وانا لوحدي برضو. اتصرف انت بقى، اطلع لي بقى في الحلم ولا اديني علامة، ولا تدعي لي ربنا يوقف لي ولاد الحلال. يعني رئيس صديق على فكرة رئيس الخدم الجديد طيب ومحترم، وأنا برتاح يعني في الكلام معاه، وفي حنية كده تفكرني بحنيتك. أنا آسفة، أنا آسفة. لا مش قصدي، مش قصدي أدب، أنت ما كانش فيه في حنيتك، أنت ما فيش حد زيك أبدا يا أدب. صحيتك؟ لا أنا صحي، تعالي. كنت قلقانة عليكي وعايزة أكلمك، وبعدين قلت بلاش أحسن أعمل لك مشكلة. أنا محتاجة لك. مش قدي والله يا نازلي. أنا عارفة إن في الوقت اللي إحنا فيه ده أنا ما ينفعش إن أنا أجي لك أنتِ. أنتِ بالذات. بس أنا متأكدة إنه مفيش أي حاجة في الدنيا هتريحني قد حبك دلوقتي. ودلوقتي مش حاطني لوحدي. في كمان حضن أمين أخوكي وأنا سعلي. علي بصي، هو حكالي على كل حاجة، إزاي وقفتي جنبه، وعلى كل اللي عملتيه معاه، حكالي على كل حاجة. حاجة واحدة بس أنا عرفتها لوحدي، هو ما قالهاش. بيحبك يا نازلي، بيحبك قوي. شفتي اللي حصل يا فاطمة؟
حناطير جايه ومحمله ايه شيء وشويات تقولي شوار بنات البشوات. امال لو شفتي اللي في الصناديق والعلب اشي لبس وجزم وشنط وكمان سيره وسيره كمان. أو النبي ده انا شفتهم بعناية دول عند الست سكينة. ست سكينة مين بقى؟ اسمها سكينة هانم. انت ما سمعتيش الرأي الصديق وهو بيأكد علينا ويقول ان من هنا ورايح امين ما يتقلوش الله يا امين بيه. اكيد طبعا ما لازم ام البيه تبقى هانم. الفلوس بتغير النفوس بس انا بقى ما كنتش متخيله ان هي تعمل كده معايا. مع ان عندك حق ازاي يعني هتطلع معاك حته خدامه خاطيه في جناح زي ده يا امين بيه؟ انا ولا بيه ولا الفلوس غيرتني. امال ايه اللي خلاني اهون عليك كده يا امين؟ انت عارفه برضه. عرفني وانا كنت عملت لك ايه عشان خبيت عليك حكايه سليم؟ طب ما انا قلت لك انا عملت كده ليه؟ وحتى لو كنت ما حكيتلكش تعمل فيا انا كده؟ انت يا امين انت الراجل الوحيد اللي انا حسيت معاه بالامان، انت ظهري وسندي، تعمل معايا انا كده يا امين؟ وانا عملت ايه يعني؟ ما انت قاعده في مطرحك مع ابنك معززه مكرم ولوحدي من غيرك وعيون الناس كلها عليا وكلهم شمتانين فيا وفرحانين ان احنا ما احناش سوا. بس ما تشغلش بالك، انا عارفه دلوقتي ان انت عندك حاجات اهم من كده بكتير، جاهك ومالك وعيلتك الجديدة. أنا بس ما كنتش قادرة أحط في قلبي واسكت عشان أنا في نار قايدة جوايا، وطلعت كمان عشان أقولك ألف مبروك وإنك تستاهل أكتر من كده بكتير عشان أنت أعظم راجل قابلته في حياتي، وأقولك إنك وحشتني يا راجل. لايقة عليك الهيئة الجديدة. ورد توعديني تبدأ صفحة جديدة؟